تمام. اليوم أنا فيني كمية طفش وكمية ملل مو طبيعية، لذلك قررت إني أخرج. بس فين أروح مكان كذا فيه تغيير جو؟ قلبت مخي قلبت الأماكن اللي أعرفها، فتذكرت إنه في مكان بيقولوا عليه إنه كثير حلو فيه تغيير النفسية والجو، فلذلك قررت إنه نروح لهذا المكان وهو بالمرة أسوي فلوج. فلذلك روحت وجهزت وتغيرت ملابسي ولبست على السريع وجيت أصور مقدمة الفيديو. طبعا المكان اللي راح نروح له هي منطقة اسمها سد سيان، هذه المنطقة أول مرة أنا بروحها، فلذلك راح أصور لكم كل شيء هناك. وإن شاء الله نلحق، لأنه الآن كان المفروض يعني إنه نحن نخرج على الساعة 2:30 3، ولكن الآن صارت الساعة 4:30، يعني يا دوب نلحق. خلوني يلا على السريع نروح لهذه المنطقة. لكن قبل ما نروح لهذه المنطقة، لا تنسوا إذا كان هذه المرة أول مرة بتشوفوني فيها أنكم تسووا لهذا الفيديو لايك، وكمان تشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو أو أي فيديو عجبكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. والآن يلا خلونا نطلع لأنه تأخرنا. حبيت الطريق لها المنطقة لأنها خضرة مش صحراوية، يعني كل شوية نمر على قرية فشفت مناطق جديدة ما بعرفها لأول مرة بشوفها. حاولت أعرف معلومات عنه علشان أقول لكم شو تاريخ هذا المكان، بس ما لقيت أي أحد كتب عن تاريخه، برغم إنه مكتوب في اللوحة اللي شف أول ما دخلنا المكان شفناها مكتوب إنه منطقة تاريخية، بس ما بعرف ليش ما فيش حد تكلم عن هذه المنطقة ولا جاب حتى تاريخها أو حتى كتب عن تاريخها. شايفين هناك الخيام؟ هذه تبع الجلسات الطويلة والرحلات للناس اللي بيجوا من الظهر أو يتغدوا هنا، فخلونا نروح ونشوف شكلها من جوا كيف. خلونا نروح نستكشف لأنه آخر اليوم فمسكرين وبينظفوا المكان. خلونا ناخذ لفة على السريع كذا ونطلع. الجلسة بسم الله، جلسة عادية للعوائل يعني.
لما اختي تبغى تصور صورة احترافية شوفوا ايش يصير. طيب روينا الفيديو كيف شو؟ وينا؟ هذا الفيديو؟ لا بس صورة حلوة. لا حبوبة الصورة. بعدين ليش الموبايل مقلوب؟ لأنه كذا احتراف يعني. إنه الاحتراف صح. سوري ما نفهم في الاحتراف. حبيت. كنت حابة أجرب أخذ لفة في واحدة من هذول القوارب، بس ماما رافضة تماما لأنها خايفة علينا بسبب إنها سمعت إنه فيها سد في نسبة غرق، فرفضت وقالت لنا اتفرجوا من بعيد، ممنوع أحد يركب أي قارب. بس حبيت المنطقة، فعلا تستحق إن الواحد يزورها ويغير جو فيها، واستمتعت وانبسطت فيها. وكمان انتوا أعتقد كمان إنكم انتوا انبسطتوا معايا وشفتوا هذه المنطقة. اللي ما بيعرفها اللي ما بيعرفها زي يعني انبسط، واللي بيعرفوها خلص انبسطوا قبلها. لو يسفلتوا المنطقة بتصيروا واو. باي باي ست سيان.